أهلا بكم في حلقة حوارية جديدة. يسرنا أن أستضيف خلالها المدير التنفيذي للملتقى التأثير المدني الدكتور زياد الصايغ، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. الحريري يعود فجأة إلى لبنان، فهل من تباشير لتسوية رئاسية وأمنية؟ أكثر من 2000 لاجئ سوري ينتظرون عند نقطة المصنع للسماح لهم بالعودة إلى الأراضي السورية، فهل حررت عرسال قبل تحرير أسرى الجيش اللبناني؟ أهلا وسهلا فيك دكتور زياد الصايغ، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني. لو سمحت دكتور زياد، خلينا نبلش من الحدث المتمثل اليوم بعودة لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري. كنا سوا عندما كان عم يحكي الرئيس الحريري من جدة، يقول سأشرف على صرف المليار دولار، وحكينا أنه ربما تكون هناك عودة قوية لسعد الحريري. ما أهمية هذه العودة بهذا التوقيت بالذات، وما هي يعني أبعاد هذه العودة؟ بداية أهلا وسهلا بعودة دولة الرئيس سعد الحريري من منفاه القصري، كان مرغما على البقاء خارج لبنان، وبعتقد كل لبناني اليوم يريد من صناع القرار أن يتلاقوا ويعيدوا فعليا نسج خيوط الحوار والتواصل مع بعضهم البعض. وفي ظل الغياب القصري لدولة الرئيس سعد الحريري بسبب المخاطر الأمنية وبسبب الوضع المأزوم، بعتقد أنه كل اللبنانيين يتطلعون إلى إن شاء الله بداية مرحلة جديدة تعيد التفكير جديا في كيفية إعادة التماسك للبنية السياسية في لبنان على قاعدة بناء الضمير الوطني، وهذه فلسفة ملتقى التأثير الوطني، الضمير الوطني. هلأ العودة، وهنا لا يعني ما بعتقد حدا بيقدر يقول أنه عنده معلومات، ولكن خلينا نقول في مواجهة التطرف والإرهاب وخصوصا فيما يجري في عرسال، بعتقد هناك تأكيد جدي على أن لبنان هو بلد الاعتدال، على أن لبنان بلد الحوار، وبأنه هناك توجه جدي لإعادة تفعيل وجود الاعتدال في لبنان، وهذا أكد عليه دولة الرئيس الحريري مش بس في المرحلة الحالية، في كل المرحلة السابقة. السؤال كيف سنتعامل، كيف سيتعامل اللبنانيون مع هذه العودة؟ أنا بعتقد التحدي الأساسي هو انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، يعني استكمال بناء المؤسسات في لبنان على المستوى الدستوري والقانوني. دكتور زياد، عم تقول أنه ربما نكون نحن فتنا في مرحلة جديدة للحياة السياسية في لبنان تمثلت بإعطاء هذا الزخم للتيار الاعتدالي في مواجهة التطرف والإرهاب الوافد إلينا كمان قصرا، الذي وفد إلينا قصرا. يعني نحن ندفع ثمن استباحة الحدود وعدم استكمال يعني هيبة الدولة. وجود الحريري في المنفى قصرا عزز التيار المتطرف. يعني رجعنا 3 سنوات إلى الوراء وكنا عم نشوف شو عم بيصير خلال السنوات الثلاث. استاذ فادي، خلينا نكون بالتوصيف دقيقين، بأنه لبنان يعيش حالة احتقان. واحتقان احتقان شو؟ بين مين ومين؟ احتقان مذهبي. مذهبي. قد يكون هذا الاحتقان مفتعل، قد يكون ما له جذور، وقد يكون لديه جذور أيضا بسبب تراكمات على المستوى جيوبوليتيك وما يجري في المنطقة. اليوم إذا لبنان نموذج رسالة حضارية ونموذج تعددية في المنطقة، بدك الحكماء في كل التيارات السياسية والحكماء في كل الطوائف واللي بيمسكوا زمام المبادرة يقدروا مع بعضهم البعض يقعدوا ويفكروا ما هو المخرج من محاولة تدمير الكيان اللبناني بصيغته التعددية واستنفار العصبيات فيه والذهاب باتجاه منطق أقلية وأكثرية في البلد، أو التصنيفات بأنه في طرف إرهابي تكفيري متطرف وفي طرف آخر عم بيواجه الإرهاب. هون يعني الصراع بين الصراع المذهبي، يعني بطل له حدود، واضح. يعني واضح ما له حدود، يعني ما يجري في المنطقة بلا في له حدود. بقلي
بلا فيه له يعني حدوده عابر الدول. لا حدود عابر دول الشرق الأوسط. لا ولكن لا يمكن أن يعبر إلى لبنان. لماذا؟ لأنه تاريخيا وقد عبر أو لا؟ لا لم يعبر، لا يمكن أن يعبر. حالة لبنان في نموذجية تركيبته والعيش المشترك على معطوبية بنية النظام السياسي فيه، ولكن النسيج المجتمعي فيه هو نسيج يقبل التعددية، ولا يمكن أن يكون بيئة حاضنة لا للتطرف ولا للتكفير. بعدين يا أستاذ فادي، في كتلة مدنية بالبلد بعدها بتحس حالة أنه هي عبر الطوائف، يعني بتعتبر هذا الصراع هو مفتعل في هذا الظرف وليس لديه جذور. هو مصدر إلى البلد بسبب الجيوبوليتيك في المنطقة، وبسبب أيضا ما بدي بس اطلع على ما يجري في سوريا، خلينا اطلع كمان على ما يجري في غزة. يعني عملية هذا التناغم بين الاستبداد والتكفير والتطرف والعنصرية الإسرائيلية، هودي مش وجهان لعملة واحدة، ثلاث أوجه لعملة واحدة. يعني في عندك الوجهين وفي عندك الشبكة يلي بتربط الوجهين ببعضهم البعض. فإذا لبنان واقع اليوم بين فكيك ماشي. ما الذي ينقذ لبنان؟ هو الكتلة المدنية في البلد التي تحاول التواصل مع الكتلة السياسية في البلد وبتقلا يجب إعادة التوازن لخطاب الاعتدال، وقف استنفار العصبيات، التأكيد على وحدة لبنان على كل المستويات، وبموازاة المعركة العسكرية التي يخوضها الجيش اللبناني في عرسال. وتحية إلى شهداء الجيش اللبناني البطل يلي فعليا شهادتهم أدمت قلوب كل اللبنانيين. بدك تعمل معركة سياسية في الاعتدال، معركة دبلوماسية للقول للمجتمع الدولي وللعالم العربي أنه لبنان نموذج حضاري ممنوع التخلي عنه، وبدك تعمل معركة اقتصادية اجتماعية. مشان هيك ملتقى التأثير المدني يؤكد على أنه إذا ما عندك تماسك اجتماعي مبني على قاعدة اقتصادية بما يعني كرامة المواطنين، أنت ذاهب إلى قنبلة تنفي التوازن عظيم. في لبنان عم نعطي أهمية للكتلة المدنية، لكن حتما. هذه الكتلة المدنية إلى أي مدى تستطيع أن تخرق في على هذه الجبهة بالذات؟ إذا لم تقم كالتكتلات من الكتلة المدنية، وأتكلم ورح أعطي التوصيف بشفافية، إذا لم تقم هيئات المجتمع المدني بتصنيف الخطط والمشاريع التي تطلقها على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، وتجمع حالة مع بعض البعض وتشتغل بنفس واحد، وأتكلم تحديدا عن المبادرات الاقتصادية الاجتماعية بالتوازي مع القطاع الخاص، عندك مشكلة. إذا المجتمع الأكاديمي يلي هو الجامعات والمدارس يلي بيحمل الانتليجنسيا في البلد حتى تعمل خطاب، ما بدي أقول خطاب شمولي، ولكن خطاب قائم على ثوابت لحماية لبنان التعددية ولبنان الحضارة، عندك مشكلة. إذا النقابات ما انتقلت من عملية ردة الفعل إلى عملية الفعل، وهنا أتكلم عن سياسة سلسلة الرتب والرواتب يلي نحن قربناها بمنطق مالي وتمويلي استثماري، يعني بدنا نزيدها، بدنا مال حتى نزيد الأجور، وحدا عم بيفتش كيف بده يأمن للتمويل، بينما هذا يؤكد على أنه غياب، هناك غياب لسياسات الأجور في لبنان، وهذا ما يطرح ملتقى التأثير المدني عن السياسات. عندك الكتلة الرابعة اللي هي الكتلة الدينية في البلد استاذ فادي، الإكليروس والمشايخ. اليوم نحن بدولة مدنية نعم، بس العامل الديني فيها هو عامل مؤسس في تكوين الخطاب في الرأي العام. إذا المجتمع الديني لم يدعم اتجاهات الكتلة المدنية بإعادة تكوين خطاب الاعتدال وبحماية البلد، وما نكون بمرحلة ردة الفعل دائما، نكون بمرحلة بناء شبكة أمان على كل المستويات، وهذا يقتضي ربما البحث مش بس بملء الشغور الرئاسي، بوضع معايير لرئيس للجمهورية، بوضع خطوط عريضة تضع الكتلة المدنية لوصول رئيس الجمهورية بيحمل برنامج، وخلي يجوا تجي الطبقة السياسية بالبلد الكتلة المدنية اللي بتلعب دورة. عظيم. الكتلة المدنية اليوم شو؟ نحن صرنا حوالي 75 يوما من دون رئيس للجمهورية، الشغور واضح، لم تقم بدورة. خلينا نكون عظيم. انا لن ندعي في ملتقى التأثير المدني يعني، وسلسلة الرتب والرواتب ربما تكون عالقة
بين المجتمع المدني بين بعضه والقطاع الخاص. لا خلينا يعني مش بس صراع بين النقابات والطبقة السياسية. بس في حدا بدك يعمل دور المودراتور، دور إذا بدك الميسر في الحوار، هذا الدور غائب. أنا بقول لك وين كان بيلعب دور المجتمع المدني أكثر؟ بموضوع الشغل الرئاسي، بموضوع سلسلة الرتب والرواتب. موضوع الشغل الرئاسي الرأي العام حتى الآن تارك الدور لمين؟ للطبقة السياسية بخوض معركة رئاسة الجمهورية، وأتكلم تحديدا على الكتلة المدنية. لم يتقدم أحد بجرأة بترشيح مع برنامج تيقول أنا خارج الاصطفاف السياسي وأنا معني بحقوق المواطنين الاقتصادية الاجتماعية وهيدا الأساس بالبلد اليوم. طيب طيب هيدا ما حدا تقدم فيه، مشان هيك أنا بقول هناك قصور في عمل المجتمع. لأن هناك اصطفاف سياسي يا دكتور. طبعا يعني من يأتي برئيس للجمهورية هي الاصطفاف السياسي. وضعت أصبعك على الجرح. إما أن تخرج الكتلة المدنية من الاصطفافات السياسية، بيعني انتقالة من مراقبة الخطاب السياسي إلى طرح سياسات عامة مستدامة. ونحن في ملتقى التأثير المدني، وبتوجه تحية لمجلس أمناء الملتقى، طرحوا فعليا مبدأ الاقتصاد الجامع. تيقولوا نحن ما بنشتغل سياسي، الطبقة السياسية لها دورة وتقوم بعملها وخليها بمواقع نفوذها، ولكن نحن سنطرح خطط نموذجية تهم المواطنين في المياه، في الكهرباء، في المواصلات، في الضمان الاجتماعي، في السياسة الاستشفائية، في السياسة التربوية، في الاقتصاد الإبداعي. هيدا كله يا أستاذ فادي اليوم إذا ما انتقلت الكتلة المدنية إلى مرحلة أخذ زمام المبادرة تتقول للطبقة السياسية دون مواجهتها، لأنه هي لا مطلوب تحل محلها ولا مطلوب تواجهها، مطلوب تقول للكتلة السياسية أنا كمجتمع مدني ما بقى أقبل ولا بأي شكل إنكم تاخدوني على المطارح اللي بدكم إياها، تعوا أنا وياكم. وبيننا القطاع الخاص موجود، يلي هو إذا بدك الكتلة الأساسية التي تحافظ على الحد الأدنى من استقرار البلد. أنا معك ككتلة مدنية مع القطاع الخاص، معكم أنتو على القطاع العام، أنا قادر ابني أنا وياكم شبكة أمان للبلد اقتصادية اجتماعية تريح المواطن وبتعطيه أمل. اللبناني شو فائد هلأ أستاذ فادي؟ الأمل فائد، الأمل اللبناني. ذكرت سلسلة الرتب والرواتب، خليني أقول في تقصير بالموضوع الرئاسي، خليني نروح على موضوع سلسلة الرتب والرواتب. الأمل الاقتصادي والأمل الأمن الأصعب لا. اليوم هناك ثلاث أنواع من الأمال يجب أن يبني عليها اللبناني. أولا أمل الناس أنه في إمكانية لإعادة استنهاض البلد، مش على حلول ترقيعية، على حلول سليمة انطلاقا من الانتقال من الزواريب السياسية إلى السياسات. يعني تشيل السياسي من الزواريب، هذا طموح يجب أن نسعى إليه معا. عندك نقطة تانية، المؤسسات، الأمل بالمؤسسات، بدك تستكمل بنية المؤسسات، ويجب أن تبدأ بالتفكير أنه ما في حدا بياخد موقع بدون برنامج، ما حدا بياخد موقع بدون برنامج، ما في تسويات سياسية على المواقع، في برنامج وخطط. والنقطة الثالثة السياسات، من يبني السياسات بالبلد؟ ملتقى التأثير المدني واجه في المرحلة الأخيرة من خلال الخطة الأولى لإدارة قطاع المياه بلو جولد مبدأ استيراد المياه من تركيا. على أي قاعدة قام الخبراء في ملتقى التأثير المدني بالبحث؟ خلاف سياسي بين الطبقات السياسية بين بعضها حول موضوع، علما أنه لعبته دور. نحن قدمناه بالعلم، علميا بالعلم عظيم وبالأرقام. اليوم أنت يا بتنتقل تتخاطب الرأي العام بالسياسات العامة وبتقول لهم كيفية إنقاذ البلد في الخمس سنوات، في العشر سنوات الأخيرة، وماذا نريد تحديدا من دور لبنان على المستوى الاقتصادي الاجتماعي. هون ما رح أفش سر، قد يكون هناك وثيقة اقتصادية تعد لدى إحدى المرجعيات الروحية وننتظرها. إذا ما أعدنا تركيب تمسكنا المجتمعي على قاعدة مصالحنا الوطنية العليا بيكون عم نفشل. صار عندك ناس ومؤسسات وسياسات، بطلت القصة يا أستاذ فادي بزمن العولمة وبالعام 2014 مع زوال الحدود، وما مش عم بتكلم عن تغيير الحدود على مستوى الجيوبوليتيك بالمنطقة اليوم، بطل الموضوع أرض وشعب وجيش بس. الجيش هو حامل الجميع وهو الضامن للجميع وكل مؤسسات العسكرية، هي متفقين عليها. بس اليوم المبدأ العام
الذي يجب أن نبني عليه تفكيرنا هو الأمل لدى الناس، فاعلية المؤسسات، استدامة السياسات، وتحديدا الاقتصادي الاجتماعي. بالعالم استفادي الاقتصاد الاجتماعي بيصنع السياسي. بلبنان السياسي للأسف بسبب اختلال بنية النظام، بسبب اختلال بنية الأمن وعدم حصرية السيادة بيد الدولة، نحن ضربنا مبدأ قيام سياسات مستدامة ودخلنا في منطق المحاصصة. المجتمع المدني، وأنا بدي أتكلم مش عن كل المجتمع، بدي أتكلم عن تجربة ملتقى التأثير المدني، قامت على قاعدة أنه ما بقى فيك تشتغل سياسة ترقيع، ما بقى فيك تشتغل تسويات، ما بقى فيك تشتغل ارتجالي، ما بقى فيك تشتغل موسمي، ما بقى فيك تشتغل استثمار سياسي. بدك تروح على التخطيط، على التنفيذ، وعلى الرقابة. ويا أستاذ فادي، هيدا بينطبق على الكلام الداعم للجيش اليوم. اليوم نحن عم ندعم الجيش ارتجاليا، موسميا، بتوظيف سياسي. الجيش اللبناني والقوى العسكرية الأمنية يجب أن تدعم عمليانيا بقرار سياسي واضح، وبنفس الوقت بتوجه عملاني عظيم. مش بس بالتطويع يلي صار عظيم، دعم الجيش عمليانيا يعني نعم. التطويع يعني ما بيشيلنا من معركة جديدة قد يستدرج عليها الجيش اللبناني. عمليا اليوم كيف نستطيع بالسياسة أن ندعم الجيش عمليانيا؟ أولا الخروج من التوظيف السياسي لكل الأفرقاء فيما يجري في عرسال، وبناء خطاب واحد. وبعتقد تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه عندها التوظيف السياسي في عندها استابليشمنت بالرأي العام، هيدا معنا إيه. يجب بناء استابليشمنت في الرأي العام يوحد الخطاب في المعارك المفصلية المصيرية في البلد. التوظيف السياسي هو من الطرفين. أنت على وقع المعارك في عرسال يا أستاذ فادي، الرأي العام نؤسس الرأي العام عندما نضع أولويات في المصالح الوطنية العليا، وهيدي بتوضع الانتليجنسيا مع القطاع الخاص، مع المجتمع المدني، مع المحررين ولو كانوا حزبيين من الاستسلامات. عم تاخد من الطبقة السياسية؟ لا أبدا 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 أكبر أبدا يعني أبدا أكبر تحدي أبدا، بغض النظر إذا كان استفادي هذه النظرية مضبوطة أو لا، إنما هيدا عم تنزع كل أبدا قوة الطبقة السياسية. أبداً. عم نقول بدك تقول للطبقة السياسية أنت لديك موقع نفوذ، أنت تحافظين على موقع نفوذك بقدر خدمتك لمصالح الناس. عظيم. كيف تحافظ على موقع نفوذها بقدر خدمتها كل هالخدمات؟ لا لا أبدا، بقدر خدمتها لمصالح الناس، وبقدر انتقالها من تسويات المصالح إلى العمل بالسياسات العامة المستدامة، وطرح ملتقى التأثير المدني نماذج من السياسات العامة المستدامة مبنية على العلم، مبنية على فلسفة اقتصاد جامع، مش مبنية على عملية ارتجال وتسويات. لا مش مطلوب أبدا. المطلوب إعادة التوازن يا أستاذ فادي بين الدولة وقطاع العام والقطاع الخاص برؤيته الليبرالية، ولكن بارتباطه بالعدالة الاجتماعية، والمجتمع المدني على قاعدة دوره في المساهمة في صناعة القرار، ولكن المساهمة أيضا في الرقابة على التنفيذ والمساءلة والمحاسبة. نحن كرأي عام لهلأ كمجتمع مدني نحن نتلمس طريق المساءلة والمحاسبة، مش على قاعدة الحلول محل صناع القرار السياسي أبدا، على قاعدة التعاون مع الجميع. وهذه فلسفة ملتقى التأثير المدني، النزاهة تبني الوطن، والضمير الوطني هو الذي يجب إعادة بناؤه على القواعد الأخلاقية والقواعد الاقتصادية الاجتماعية الجامعة، والقواعد السيادية يلي بتقول ممنوع الاستقواء على الشرعية، ممنوع استباحة الحدود، ممنوع التمييز بين لبناني ولبناني، المساواة بين الجميع. لأنه إذا أنت ما بلشت تفكر أنه المسؤولية مشتركة بين الدولة في قطاعها العام والقطاع الخاص بما يمثله من قدرة إبداعية في البلد، والمجتمع المدني بما يمثله من إمكانية دينامية للانتقال من ردة الفعل إلى الفعل، شو بتكون عم تعمل؟ بتكون يا عم بتشل الدولة والقطاع العام،
يا عم بتفوق القطاع الخاص يا عم بتخلي المجتمع المدني مجتمع مستزلم. كلام جميل جدا ومشروع منطقي نعم او مشروع حلو نعم لكنه منطقي وواقعي نعم يستطيع نعم هذا المجتمع المدني نعم ان يعني بيخرق بهذه الزوايا مع الدولة والقطاع الخاص. برجع بقول مع الدولة والقطاع يعني ما في المجتمع المدني لوحده. المجتمع المدني مين الدولة بتوازن مين الدولة آه. اليوم الدولة في لبنان يعني طبقة الطبقة السياسية طبيعي طبيعي ويجب أن تذهب باتجاه الحوار مع الطبقة السياسية. بدأ قاعدة الانطلاق بين هيدا المطرح بلشنا فيها نحن في ملتقى التأثير المدني بدأنا بها الاقتصاد الجامع. يا استاذ فادي عندما أطلق ملتقى التأثير المدني خطوا الأولى كانوا كل الناس موجودين تتفق على قانون انتخابي هذه الطبقة السياسية بتتفق على مصالحها. معلش لماذا خلينا نقول لماذا لماذا لأنه لم يأتي لأن أحد. في رأي عام لا لا لهلأ الرأي العام نسبة تأثيره يا استاذ فادي رأي العام نسبة محدودة وما بدي ارجع انا وياك لدراسات انت بتعرفها انه نسبة تأثير الرأي العام على بناء السياسات العامة محدودة اليوم بالبلد واساسا ما في سياسات عامة هلا بالبلد. اليوم شو بدك تبلش تعمل هلا بتقلي نحن واقعين بدوامة ما فينا نخرج منها. انا بقول لك لا يلي بدنا نبني البلد على قواعد سليمة في خطوة الألف ميل تبدأ في خطوة. الخطوة الاولى شو الخطوة الاولى هي تغيير الذهنية تغيير الذهنية واعتبار انه يعني المصلحة الوطنية الطبقة العليا السياسية الى المدرسة لا اي تغيير ذهنية لا من وين لا اعادة الطبقة السياسية والعودة معها الى تفكير جديد وبناء ذاكرة جماعية على اعتبار ان لبنان هو وطن الرسالة النموذجية والحضرية ولبنان له تاريخ رغم كل المعطوبيات والحروب التي مرقنا بها. هذا المسار بده يبلش مش انه قلبنا الصفحة. هذا مسار طويل لتغيير هذه الذهنية يعني الذهنية اللبنانية الراهنة عمرها عشرات السنوات. مين قال انه ملتقى التأثير المدني اللي هو تجربة جديدة في المجتمع المدني يراهن على تغيير سريع؟ هو يراهن على مراكبة الخبرات انطلاقا من فلسفة اقتصاد جامع وخطط نموذجية وذهنية جديدة وتقديم رؤية للبلد من هلأ لعشر سنين 15 سنة لقدام. هذه الخطوة بدأت ايه هذا مسار. مين قال نحن عم نحضر حتى اللبنانيين هلأ يشوفوا النتائج التغيير؟ لا ولكن انت عم تحضر لجيل مقبل ولجيلين مقبلين اعادة تكوين لبنان على قواعد سليم مش الاسترسال والاستمرار في التسويات الترقيعية التي تنتج كل مرحلة صدام وحروب. لأنه مش مزبوط يا أستاذ فادي إذا بتخاطب الرأي العام اللبناني بضميره الوطني وبقدرته الإبداعية على صياغة مخارج وحلول للأزمات اللي فيها مش مزبوط أنه ما بيقدر يعملها. بلا بيقدر يعملها بيقدر يعملها لا غير مسموح له أن يعملها. لا لا جاوبني بدي روح للبريك. لا كمان هيدي نظرية مؤامرة مش مسموح لإله. مش نظرية لم مؤامرة. يبني حتى الآن ما نسميه المومنتوم الجدي يلي بيقول للطبقة السياسية وللقطاع الخاص كمجتمع مدني انتوا لهيدا الجو ما فيكم تاخذونا. مين بيخلق المومنتوم؟ سؤال أخير قبل البريك. التوازن الذي يجب أن يبنى بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وهيدي بدو الحكماء في صناع القرار السياسيين وفي القطاع الخاص بإبداعيته وفي المجتمع المدني. بس يلتقوا الحكماء مع بعضهم البعض بيخلقوا هيدا المومنتوم. بريك قصير ونعود لمتابعة بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدين الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم ودائما ضيفي الدكتور زياد الصايغ المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني. أستاذ زياد فينا نرجع شوي على الواقع بس واقع. أنا ما كنت عم بحكي حلم بس عم بحكي حلم لا 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 شك إن شاء الله يصير ما بدأ به ملتقى التأثير المدني إن شاء الله يصير واقع نعم. إنما الواقع المأساوي اليوم صحيح. يلي في منطقة عرسال بعد المعارك التي خاض الجيش البطل فينا نقول هذا الجيش اللي يعني منع أو كان سدا منيعا لهذه الخريطة التي أرادت داعش أن ترسمها وتدخل من خلالها أيضا إلى لبنان. اليوم شو بعد معركة عرسال؟ هل أول شيء سؤال الأساسي المؤلم هل تحول أسرى الجيش اللبناني إلى ورقة ضغط سياسية قد تستخدمها
داعش، وهل استدرج الجيش اللبناني إلى التفاوض مع هؤلاء؟ يعني خلينا ننطر فعليا ما سيقوم به الجيش اللبناني لتحرير الأسرى. ما أنجز هو ربما صحوة سريعة لدى كل اللبنانيين بضرورة التوحد حول الجيش اللبناني الضامن للسيادة والاستقلال ولوحدة لبنان، وهي نقطة كتير مهمة، ونتمنى أن لا تكون وحدة موسمية أو ارتجالية أو فيها توظيف سياسي. أنا رح هودي ثلاث محاذير أساسية، لا للتوظيف السياسي، لا للموسمية، ولا للارتجال في دعم الجيش اللبناني. طيب. بعتقد أنه يمتلك لبنان من القدرة على المستوى، آمل ذلك، على المستوى السياسي والدبلوماسي أن يدعم الانتصار العسكري للجيش اللبناني باستعادة مواقعه وباستعادة السيطرة على عرسال وحماية المواطنين اللبنانيين فيها. بعتقد أنه يمتلك القدرة الدبلوماسية والقدرة السياسية مع هذه الوحدة اللبنانية لاستعادة الأسرى وإخراجهم من منطق المقايضة بروحية الورقة، لأنه بعتقد أخطر شيء بيصير إذا فعلياً لم يتأمن غطاء سياسي وغطاء دبلوماسي لعودة الأسرى إلى المؤسسة العسكرية. وبنفس الوقت معتقد أنه منكون هدرنا شهداء الجيش اللبناني الأبطال، هدرنا دمهم بهذه الطريقة يلي هن فعليا قدموا فيه الغالي والرخيص لحماية وحدة البلد ووقف الاستثمارات المذهبية والاستنفار في العصبيات. خلينا ننطر، بس أنا بعتقد أنه تحرير الأسرى يجب أن لا يطول ويجب أن يكون سريع، مش للحفاظ على معنويات الجيش اللبناني استسفادي فقط، للحفاظ على معنويات الشعب اللبناني. نعم. يعني العنوان الثاني المتعلق بأرسال هي قضية النازحين والمخيمات الفلسطينية، ومثل ما قال قائد الجيش أن هؤلاء المسلحين خرجوا من هذه المخيمات، وكان في كتير مخاطر وخشية وتحذير أنه يكون هذه المخيمات يعني تصبح عفوا يعني بعض من يخرج من هذه المخيمات قد يكونوا إرهابيا، ومثل ما عم نشوف اليوم. كيف يمكن معالجة قضية المخيمات؟ اليوم في مطالبة بإعادة النازحين إذا كان إلى المؤيدين للنظام أو إن كان مؤيدين إلى خلينا نقول الثورة أو للمعارضين لهذا النظام. بدي بلش بطريقة غير تقليدية، على من تقرأ مزاميرك يا داود؟ هذه القضية بعتقد أنه أثبتت فيها الدولة اللبنانية فشل ذريع في المعالجة على مستوى السياسة العامة، وأتكلم عن السياسات البوليسيز. لماذا؟ يا استسفادي، من عام 2011 عندما بدأ وفود النازحين اللاجئين من سوريا، وهنا أتكلم وأنت بتعرف وأكثر من منا من مرة تكلمنا في هذا الموضوع بشكل تفصيلي من على هذا المنبر تحديد، ومبارح كان عندي حديث على إذاعة زميلي لبنان الحر برنامج حوار بيروت، وسألت نفس السؤال، شو عملت الدولة بموضوع النازحين اللاجئين؟ لا عالجت لا وفود ولا وجود، لا عالجت لا وضعا القانوني ولا وضعا الأمن السيادي ولا وضعا الاقتصادي الاجتماعي. صرنا بكتلة ديموغرافية كبيرة تلقي بثقلها على ذاتها لأنه لا تملك مقومات الوجود، لأنه نازحة لاجئة قصرا، وبنفس الوقت عم تعمل تقل على المجتمع المضيف. لا نظمنا الوفود ولا نظمنا الوجود. وأنا بعتقد الخطأ الذي ارتكب للأسف في تكوين الحكومة الأخيرة أنه كان يجب أن يسمى وزير لشؤون اللاجئين، وكان هناك تعويل على خطوة جريئة من فخامة الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشيل سليمان. ما حكمة الرئيس تمام سلام أن يوضع هذا الموضوع على مستوى الأولوية؟ لأنه تشتيت المرجعية في وزارات مختلفة هو الذي ما أمن التعاطي الدولي الجدي، ما أمن التعاطي الأقليم الجدي، وما خلق دينامية داخلية بوحدة الرأي العام بهذه القضية. أخطر شيء
أنه هذه القضية بقيت في البزارات السياسية ولم تنتقل إلى المصلحة الوطنية العليا. وهون بدي أرجع على مبدأ أنه البعض الاقتصادي الاجتماعي في وفود هؤلاء النازحين اللاجئين وعدم معالجة هذا البعض الاقتصاد الاجتماعي هو الذي سوف يودي بنا لا سمح الله إذا لم نقل بعملية تخطيط جدية إلى ما لا تحمد عقبة. المقارنة مع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لا تجوز. وكان فينا نعمل مناطق إيواء مؤقتة بمراكز حدودية برعاية أممية كان يمكن أن تقي لبنان هذا الضغط الهائل، لأنه لبنان لا يتحمل لا على مستوى البنية التحتية ولا على المستوى الخدماتي ولا حتى على مستوى إذا بدك هذا التقاطع والاختلاف السياسي في لبنان في مقاربة هذه القضية. إما أن ننظم الوفود وننظم الوجود بسياسة متكاملة، وهنا أعود إلى السياسات العامة الغائبة، وأما منكون عم نستولد بعد فترة مشكلة جديدة. بعد عندي أربع دقائق أساسية بدي أطلع شوية برات الخارطة اللبنانية، لكن بذات الإطار هذه الهجمة من دولة الإسلام من دولة الخلافة، تهجير المسيحيين، تهجير يعني اليوم عم ينحكى على مستوى الإبادة، في كاري المخاطر على مستقبل العراق ليست أوضح مما هي عليه، لأن الآن وإرهاب تنظيم الدولة الإسلامية يشير إلى إبادة جماعية. بارح 100,000 مسيحي هجروا وطلعوا إلى جبال سنجار، الأيزيديين أيضا. بريطانيا اليوم تحذر مواطنيها بالتوجه إلى أربيل في ضوء الهجمة الداعشية باتجاه إقليم كردستان. نحن وين رايحين؟ داعش ليست خطرا على المسيحيين فقط، وتصوير أنها خطر على المسيحيين لا، عم نعطي للكل، هو توصيف خطير. لماذا؟ لأنه يستنفر مبدأ الأقليات والأكتريات. داعش هي خطر على المسيحيين، لكن الأقليات وعلى المسلمين هم الأكثر خطورة. ما عندهم امتداد لا بشري ولا ديموغرافي ولا جغرافي ولا شيء. من يريد أن يستنفر في المنطقة الكلام عن أقليات وأكثريات نجح في ذلك، ولست في نظرية المؤامرة، هي إسرائيل. اليوم المطلوب اتخاذ زمام المبادرة من المعتدلين والليبراليين في المنطقة. لماذا نجح التطرف؟ لأن الليبراليين عيشوا نكسي. من يواجه التطرف اليوم؟ الاعتدال. الاعتدال في الممارسة. عن أي اعتدال؟ اعتدال في الممارسة. هل هناك الدولي. أي اعتدال في هذه الدولي. المنطقة؟ منطق الدولي في العراق. منطق دولة الدولي. مين؟ دولة العراق أو دولة المالكي؟ لا. دولة العراق أو دولة داعش؟ الدولة المدنية العراقية والدولة المدنية اللبنانية هن اللي بيواجهوا التطرف. استسفادي بال75 عندما كان عم يخرج الرئيس كميل شمعون من الدمور، سألوا مرافقه في تقسيم بلبنان، جاوبوا الرئيس كميل شمعون الله يرحمه خلي عينك على العراق. من وقتها بالجيو استراتيجي بتقرأ انه الخطر الآتي الى المنطقة في تفتيت المنطقة هو من العراق. انت هيدا كيف بتواجهه؟ بتواجهه بخطاب رأي عام موحد ما بيحكي لا عن أقليات ولا عن أكتريات. الليبراليون والمعتدلون إما أن يأخذوا زمام المبادرة وبيعيدوا بناء مجتمعاتهم بتماسك على قاعدة حماية التعددية والحرية والتماسك المجتمعي والازدهار الاقتصادي بمبدأ العدالة الاجتماعية، وإلا أنت بتكون عم تسمح للتطرف أنه ينفيك. بعد عندي دقيقة واحدة كنا عم نحكي إذا كان هذا التطور له جذور أو مفتعل، وبالتالي قد تكون قراءة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة شو قالت عن داعش وكيف سعت الولايات المتحدة في تأسيس داعش واصطدمت داعش بحائط الانقلاب الثاني على الثورة العراقية. فينا نرجع على القاعدة. بعدك دقيقة. فينا نرجع على القاعدة بأفغانستان بكفي، خلينا نقرأ أوجه الشبه بين اثنين منكون حصلنا على الجواب. ولكن هيدا ما بينفي أبدا عنا كمواطنين في دول تريد البعد المدني أن ينتصر مسؤوليتنا في مكافحة هذا التطرف. عند هذه النقطة بتنتهي حلقتنا معك دكتور زياد الصايغ المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني. أنا بشكرك وأهلا وسهلا فيك. مشاهدين الكرام انتهى وقت البرنامج، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.